يا رب انصرني، يا رب وفقني، يا رب خذ بيدي، يا رب ألهمني الصواب. يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب كن لي ولا تكن علي، اهدني واهدي بي، ارزقني طيبا واستعملني صالحا، وفق أولادي لما تحب وترضى، هيئ لبناتي أزواجا صالحين. بإمكانك أن تدعو الله وأنت مطبق شفتيك وأنت ساكت، هذا معنى قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيًا.